رسميا المجلس الانتقالي يتراجع عن قرار الانفصال بعد ساعات من توقيع اتفاق سقطرى. فلنشاهد التفاصيل. كشف مسؤول محلي عن توقيع اتفاق بين السلطة المحلية وقوات المجلس الانتقالي في أرخبيل سقطرى بعد مواجهات عنيفة دارت صباح الجمعة. ونقلت وكالة الأناضول عن المسؤول الحكومي قوله إن الاتفاق يتضمن تسليم كافة النقاط العسكرية في مدينة حديبو عاصمة سقطرى إلى قوة مشتركة من الأمن حكومي وقوات حكومية تسمى النقطة البحرية تابعة للحكومة اليمنية والتحالف العربي، حيث أوضح المصدر أن هذه القوة ستقوم بحماية منافذ مدينة حديبو والمؤسسات الحكومية فيها. وأشار إلى أن الاتفاق الذي تم توقيعه مساء الجمعة في مقر قوات التحالف بسقطرى يشمل انسحاب قوات الطرفين إلى مواقعها السابقة، معسكرات داخل المدينة بالنسبة للقوات الحكومية، وضواحي المدينة بالنسبة لمسلحي المجلس قبل التطورات الأخيرة. كما لفت إلى أن الاتفاق يتضمن أيضا عدم تحريك أي قوة أو آليات من قيادة اللواء الأول مشاة بحرية يسيطر عليها حاليا مسلحو الانتقالي. وفي وقت سابق من يوم الجمعة اندلعت اشتباكة عنيفة استخدمت فيها أسلحة ومتوسطة وخفيفة بين القوات الحكومية من جهة ومتمردين مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي عقب محاولة الأخير اقتحام مدينة حديبو، حيث رحب ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا ببيان التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بعد ساعات من توقيع اتفاق في مقر التحالف العربي لإنهاء التوتر الحاصل في جزيرة سقطرى. وفي إشارة واضحة لتراجع الانتقالي عن إعلانه حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للجنوب، أكد الانتقالي في بيانه على أهمية اتفاق الرياض وضرورة احترام التسلسل الوارد فيه، منوها لما يتعلق بتنفيذ الجانب السياسي والاقتصادي الذي قال إن الشرعية عملت على تغطيته كليا. وأكد بيان الانتقالي الذي جاء على لسان ناطقه الرسمي نزار هيثم ونشر في موقع المجلس على شبكة الانترنت على ضرورة مراجعة مستجدات الطارئة بما يضمن السلام والاستقرار وتحقيق الأهداف المشتركة. وشدد بيان الانتقالي على الضرورة القصوى لتكثيف الجهود لمعالجة أضرار السيول في العاصمة عدن وكذلك مواجهة الفيروس المستجد COVID-19. واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على ضرورة احترام وصفها بتطلعات شعب الجنوب وحقهم في تقرير مصيرهم السياسي وإلى الاحتياجات الأساسية للمواطنين.